طيب ناخذ نايف من الدوادمي، تفضل. السلام يا نايف. عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أنا شيخ نجيب موية وأذكار مصورة وأحطها في المسجد، هل لي أجر؟ كيف؟ السؤال الأول. أعد السؤال. السؤال الأول، أجيب موية صحة وأحط وزاعة على المصلين أمام المصلى. طيب. وأذكار الصلاة مصورة أشتريها أجيبها من واحد وأحطها في المسجد، عشان إذا أنت أمام الصلاة يقرونها. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، عندي أرض، هل كل سنة أزكيها ولا لو جيت أبيعها أدفع زكاة سنة؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يديك. موية الصحة. نعم. المياه للمصلين هذا شيء طيب وجزاك الله خيرا، وأما الأذكار يا أخي فلا تضعها في المسجد، ليس المسجد محل لتوزيع الكتب ووضع الأوراق ومثل ما يفعل، هذا يندس معه أشياء ويستغل الأشرار هذا الشيء ويضعون في المساجد أمورا شركية أو أمورا بدعية أو أمورا ليس لها أصل، ويزعمون أن فيها منفعة ويوزعونها على الناس ويضعونها في المساجد، فيمنع هذا في المساجد. وإذا أردت أن تنفع الناس وزع عليهم خارج المسجد، وزع عليهم هذه الكتب الموثوقة الصحيحة خارج المسجد. نعم.